أعزائي المشاهدين مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أرقام وأبراج، والذي يأتيكم من ولاية ميشيغان الأمريكية من خلال شاشة قناة الماس الفضائية. أعزائي المشاهدين، أولا صيام مقبول لإخواننا المسلمين وأجر ثابت إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله من العايدين. وهانت مظل كلها دائما شهر رمضان، معودنا أنه من حزبي يجي بسرعة ويروح بسرعة، وإن شاء الله بعد يومين يكون عيد الفطر المبارك، وإن شاء الله تعيدهم بالأفراح والمسرات، ويا ربي جميع الناس تكون حياتهم دائما مليئة كلها أعياد ومحبة ومسرات. مشاهدين الكرام، مثل ما عودتكم نبقى مع حركة القمر. القمر كان موجود مبارح واليوم يبقى باكر في برج السرطان المائي، أي هو موجود في نفس البرج الموجودة في الشمس. وعندما يكون القمر موجود في نفس المكان اللي تكون بالشمس، طبعا يولد الهلال. فبحساباتنا الفلكيين أنه إن شاء الله باكر ليلا يولد الهلال، ولكن يمكن ما راح نقدر نشوفه بالعين المجردة إما الجمعة أو السبت. يعني إخوان المسلمين راح يمكن يعيدون إما الجمعة، هما يمكن لازم يشوفوا بالعين المجردة حسب ما هي السنة، أو السبت إن شاء الله. وراح يكون القمر إن شاء الله الجمعة والسبت ينتقل إلى برج الأسد الناري، وليكون الأحد والاثنين والثلاثة في برج العذراء الترابي. إذن أعزائي المشاهدين، هذه هي حركة القمر. نبقى عندنا رقمين خاصين. أولا رقم الطفلة المحبوبة اللي عيدناها ذاك الأسبوع بمناسبة التناول الأول، هي بنت الدكتور ماريا لبيد نوري. مر عيد ميلادها كان يوم 11 من هذا الشهر، فنقولها ماريا حبيبتي هابي بيرثدي، احنا هذيك السنة هم عايدناكي، وإن شاء الله طول ما احنا في الحياة وفي هذا البرنامج وانت إن شاء الله في الحياة دائما نعايدك ونعايد أهلك وجدك وجدتك وإخوانك وكل المحبين لك. مثل ما ذكرنا أرقامك هو 2 ومرة أخرى 2 و9، وإن شاء الله يا مريا تاخذين شهادة عليا، وأنت أتكي حب الوالدة أوفر أوفر أوفر، وحب العائلة أيضا أوفر أوفر أوفر. والخبر الحلو أنه هالسنة من أغسطس لأكتوبر 2016 راح يكون أتكي حظ بالدراسة القصيرة. طبعا أنت لازلتي طفلة ودراسة القصيرة، فراح تشوفين أنه بدون ما تدرسين، وإن شاء الله أنت لين دائما تدرسين، رأساً الأسئلة تجي في الامتحان يكون دائما ذهنك حاضر ودماغك نشط، ودائما تستوعبين الأشياء، ويكون أتكي الحظ الحظ بالاتصال والتواصل والدراسة القصيرة. مرة أخرى هابي بيرثدي، والله ويسوع يحفظك. عندنا أيضا رقم خاص مريم فادي بدري. مريم تاريخ احنا ما ذكرنا تاريخ ميلاد مريا 11/7/2007، ومريم فادي بدري تاريخ الميلاد 17/7 أيضا 2007. نقول يا مريم حبيبي أرقامك 2 و6 و8، وأنت حياتك تكون جد ومثابرة، تحاولين الأشياء مرة الأولى ما تضبط لازم تضبط مرة ثانية، وأيضا نفس مريا يكون عندك حظ بالمدرسة، وسنة الحظ لكم إن شاء الله اثنينكم تتفوقون وتأخذون درجات عالية وأوائل إن شاء الله. وأنتي يا مريم مثل مريا تحبين الوالدة بس مو بقدر مريا، وأيضا عندك تعلق في البيت، وعندك إبداع فني رسم أو تطريز أو مثلا بالخرز بالبيز أو anything art، أنت راح تكونين مبدعة في هذا الموضوع. والله يحفظك الماما وبابا،
تيتا وجدو والنانا والنانا الكبيرة وللكل، للخالة والخال وللكل إن شاء الله اثنينكم محفوظين ومحروسين بقوة مريم العذراء ويسوع المسيح وقبلهم الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، معنا اتصال. ألو ألو، معنا سعد من كندا. ألو ألو، مساء الخير. مساء الأنوار أستاذ سعد، أهلا وسهلا، تفضل. ممكن أجرب حظي؟ نعم تفضل، أهلا وسهلا، أنت على الهواء. أنا من مواليد 4/12/4. نعم. 1961. 1961؟ إيه. نعم. هذا مضبوط هذا التاريخ لو فقط موجود في الهوية؟ لا لا، بدون الهوية هذا موجود. نعم. عزيزي أستاذ سعد، أنت مواليد برج الحمل الناري. بلي. أرقامك 3 و9 و6. يعني المفروض أنت تكون محظوظ، المفروض، لأن عندك رقم الحظ وأرقامك حلوة. فإذا كان تكون تعبان، إذا تكون تعبان في الحياة، فهذا اسمك أخذ شوية من حظك. زين، أنت لازلت في أمريكا اسمك سعد لو غيرته؟ لا لا، اسمي سعد. نعم، فإذا كان شوية مرات تتعاكس الأمور معك، هذا شوية اسمك. تعرف إحنا أيضا، ولو أنا ما أحب أدخل بهذا الموضوع، إحنا الأسماء أيضا نغيرها إلى أرقام، وشوية اسم سعد يعني تطلع له متاعب. بس أنت لو ما كان اسمك سعد، أرقامك بديعة. نعم. العفو، أنا مقدم على شيء، أريد أشوف أحصل ولا لا. متقدم على شنو؟ متقدم على الجنسية. نعم. على كل أستاذ سعد، أنت حاليا في الأوراق الإدارية والقانونية هو لك برج العقرب، البيت الثامن. البيت الثامن قبل 3 سنوات كانت شوية صعوبات عندك. إيه صحيح. نعم، يعني تعبت وجديت ومثابرت وما حصلت شيء، أو إذا حصلت شيء يعني بشيء بسيط، وكان صراحة نحس داخل بهالموضوع. صحيح. نعم، بالمحاكم، أوراق إدارية قانونية، بالستيت، مبلغ تعويض مثلا، كان شوية لازم الجد والثابر. ولو أنت عندك رقم الحظ ما يتخلى عنك في آخر لحظة، بس مثل ما ذكرت لك شوية اسمك يعني ينطيك شوية متاعب. يعني شو، أنا غير الاسمي؟ نعم غير الاسمي؟ زين، أنت ما يسموك مثل أبو فلان؟ بلي. إيه، خلي دائما يسموك أبو فلان. أبو إيش يسموك؟ أبو سالي. أبو سالي، أهلا وسهلا، أنا بنت أختي اسمها سالي، وجه لها تحية. أهلا وسهلا. وأيضا عندنا بنت أخو الدكتور اسمها سالي، أيضا وجه لها تحية في كندا. نعم. خلي يستمرون يسموك أبو سالي، أفضل من سعد. يمنى، نعم أفضل. وأكيد أنت من جدتي سالي شوية تغير وضعك، صح؟ صحيح. أي نعم. فهسه أنت زحل كان في برج القوس من الكريسماس، وكان في حركة تراجعية، رجع وين؟ لبرج العقرب، رجع إلى برج العقرب. هسه لي شهر الثامن قبل نهايته رح يترك برج العقرب ويدخل على برج القوس. فأنت إن شاء الله، إن شاء الله، شو وقت وعدك تأخذ الجنسية؟ والله مقدم على الأساس وبعد ما جاتني. نعم نعم، إن شاء الله تجي. إن شاء الله. إن شاء الله تجي إن شاء الله. وأنت هالسنة، السنة الماضية من جولاي لهالسنة لأغسط، كان الحظ عندك في المال، وواحد من أولادك يصير معاه شيء حلو، والعاطفة والحظ إن شاء الله. وأكيد قدمت على الجنسية، هي كانت سنة الحظ لك. وهسه حاليا أنت متى قدمتها الأوراق؟ والله قدمت بشهر الرابع، لأنه أنا دخلت بال55. تعرفين هنا أنا يعني بكندا عندنا اللي يكمل 55 يدخل بال55 يقدم على الجنسية. نعم.
بس صرت غير القرار من 1/7 صارت 65. اوه اي فماني حظي قد ما ادري لو يقبلوني لو يرفضوني. انت قدمت لو بعدك؟ انا قدمت. نعم. انا قدم تمشي معاملته. شوف انا ايش قلت لك؟ قلت لك من هذاك جولاي لي هالسنة أوغست سنة الحظ لك كانت الحظ. نعم يعني شلون واحد يربح لوتري أو يروح مثلاً على كازينو يربح. كانت من جولاي هذيك السنة لي أوغست بعدها لي أوغست سنة الحظ لك، فيضرب الحظ عندك. لذلك شوف أنت قدمت، كنت بعد ما راح تقدر تقدم لي بعد 10 سنوات. نعم خير ان شاء الله. ان شاء الله العمر 65 سنة يلا اقدر اقدم. كنت يلا تقدر تقدم ومنها العشر سنوات. وين احنا وين العشر سنوات ولا هو العمر يركض. نعم فانا قلت لك كانت سنة الحظ، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحصل، ان شاء الله تحصل عليها ان شاء الله ان شاء الله. وتخابرنا وتكون صاير مواطن كندي والله ان شاء الله. ان شاء الله. ولا تنسى ارقامك 3 و6 و9. وانت يمي لازم تكون جميل هانسم ودائما تحب المرح والتفاؤل. نعم. والنكته. وانتبه شويه بس على عيونك، منطقه الراس هذه تكون ضعيفه عندك. تلبس نظارات لو بعدك؟ شلون تلبس نظارات لو بعدك؟ لا لا بعدني الحمد لله. تعال تفتر البس مناظر مع القرايه بس. نعم نعم نعم. سلم لي على أم سالي وعلى سالي وشكرا على اتصالك. وانت تعرف السؤال أخير. نعم ألو. شو وقت تقدمون على اليوتيوب طلعوها؟ نعم طلعون. ماذا أسمع؟ العفو فقدنا الاتصال أستاذ سعد، آسفة جدا. يا ريت خابرني مرة أخرى تحصلني. نعم معانا استاذ اكرم من اريزونا. الو الو اهلا. مرحبا. مرحبتين. هلا اهلا وسهلا. الله يخليك. شكرا على البرنامج الجميل. وانا اشكرك لين اتصلت. الله يحفظك. انا صار لي زمان طبعا الى ما اليوم حصلتك اجل من شهرين والله. يا اهلا وسهلا. واسفين اخذنا من وقتك شهرين. هو مو شهرين. لا يعني لا ما اخذت ساعه في كل اسبوع. انا اشكرك يعني اشكركم كثير على هذا البرنامج. شكرا عزيزي شكرا. هذا لازم يعني نشكر يعني مؤسس القناه والموظفين اللي يشتغلون بهالقناه. هاي كلها يعني افكارهم. هو كان فكره الدكتور لبيد انه يكون هذا البرنامج. نعم يعني صبر. انا اشكرك واشكر الجميع المشاركين بهذا البرنامج الحلو. وانا اشكرك. شكرا عزيزي. تفضل. إذا فضلك أنا مواليدي بالجنسية يعني بالهوية 1/4/64. نعم. بس الحقيقي 30/3/1964. فأريد حظي، أريد يعني أنا ما أعرف، ما أحس نفسي ما متوفق بكل شيء. خلي أنا أحكي لك. زين 1963 لو 64 30 10 64 يعني 2/64 صح؟ 1/4/4 يعني شهر الرابع 1/64 بالهوية. بس نعم. صحيح 30/3 شهر الثالث 1964. نعم نعم. يعني متأكد من 30/3 صح؟ نعم متأكد. طيب هو لو 30/3 أستاذ أكرم. نعم نعم تكون غير محظوظ. هو كان المفروض تكون محظوظ. المفروض نعم المفروض عندك من يوم 30 اللي هو احنا طبعا الارقام اعزائي المشاهدين دائما اذكرها واللي هسه حاضرنا اول مره، احنا الارقام تنتهي عندنا عند رقم 9 يعني ما عندنا 19 ما عندنا 30 ما عندنا 10 نرجع نجمع نسوي رقم 1 ف30 احنا نعم. نرجع نجمع نسوي 3. فالمفروض من تاريخ الميلاد 3 هو رقم الحظ، يعني بآخر لحظة ما يتخلى الحظ عنك. ولكن لما طلعت الأرقام الأخرى إذا تاريخ ميلادك 30/3 أنت مواليد برج الحمل، أرقام الحظ 3/8/9 يعني كان مفروض أستاذ أكرم أنت عندك شهادة عليا مفروض، وأنت لا. تسافر وتشوف بلدان كثيرة. كواحد مواليد برج الحمل الناري تنتبه على منطقة الرأس والعيون والأذان،
هذه نقطة الضعف عندك. وإذا 1/4/64 تكون، لأن مرات الإنسان من ينكتب لرقم يحمله معه وهذا الرقم بطاقة أيضا يأثر عليه، فنطلع لك أرقام 1/4 هو 1 و9 و7. يعني المفروض من 1/4/1964 أرقامك 1 7 9، يعني تكون شخصيتك قوية، وأيضا مفروض كان معك شهادة عليا. وإذا ما معك شهادة عليا الناس تشهد لك، يعني مثلا يقولون أستاذ أكرم أستاذ أكرم، يشهدوا لك مثلا بعملك بأمانتك بأخلاقك يعني، وتكون عندك شخصية معتد بنفسك ومن نوع. بالحالتين أنت تحب الأقرباء وحنون، تحب الناس، بس شنو تصير عصبي بسرعة ولكن بقلبك ما يبقى شيء. في 30/3 عندك رقم الأمانة والجد والمثابرة والتعب. نعم. وبالرقم اللي تحمله 1/4 عندك رقم الخيال والرومانسية والإحساس العالي جدا جدا جدا. نعم. هسا نجي. الله يخل. نعم. نعم. وتحلم أحلامك حقيقة، وأنت عندك دماغ تخطط إلى أن تصل للهدف. بس مع الأسف يعني دائما المحاولة الأولى ما تضبط بيدك، وأنت من نوع يعني ما تجوز، يعني إذا حاولت ما ضبطت ترجع تحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يضبط الموضوع بيدك. وأنت دائما تقول لنفسك أنه أنا يعني ماكو شيء سهل آخذه بحياتي، وهو هذا الحلو، لأن من تحصل عليه يكون يعني تكون معتز بينه، يعني لين تكون تعبان عليه. نعم. الله يخليك، يعني فعلا انت وكانه عايشه معي، يعني تحكي حكي وكانه انت عايشه معي. انا ممنون منك كثير، بس الله يخليك، انا مقدم على اوراق ما اعرف يعني صار له زمان، يعني ما اعرف، انا فعلا هاي الاوراق تعبتني شغله التقاعد، يعني ما اعرف بتصير لولا الله يحفظك. ان شاء الله تصير، لان انت الـ3 سنوات اللي فاتت كانت شويه بالمحاكم اوراق اداريه مثل ما ذكرته للاخ اللي اتصل بينا ابو سالي قبلك، ايضا برج الحمل. ان شاء الله هسه راح تكونون بعد الشهر 8 في امان ان شاء الله. ان شاء الله. وانا ممنون منك. زين، العفو. يعني الحظ راح يكون جيد ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. شكرا على تليفونك. وانا اشكرك كثير اشكرك واشكركم على هذا البرنامج. شكرا. سلم لي على الاهل والعائله والمدى. شكرا. الله يخليك. اهلا وسهلا. الله معك. هلا. الو. نعم، معانا ام لينا. ام لينا من كندا، تفضلي. بس حبيبي نصف. الو، مرحبا. الو، مرحبتين، اهلا وسهلا، تفضلي حبيبي. ام لينا. نعم. اريد اعرف برجي ومستقبل وكل شيء. نعم، تفضلي. من مواليد 3/7/1958. يعني الشهر 7؟ شهر 7. نعم، هذا مضبوط هذا التاريخ؟ مضبوط. نعم. ام لينا حبيبي، المستقبل شوية هي كلمة كبيرة، احنا من حاول يعني نذكر مثلا السنة المقبلة شلونها، يعني لايت البرنامج افضل. انا افضل الناس هو ينقرة يعني مستقبل الانسان. هسه اكو ناس تقول لك لا، بس هو ينقرة، لذلك حرموه في الاديان حتى الناس لا تظل توسوس وتخليها هيجي على الله. ودائما بالاعمال احيانا الاقدار تغير، الله سبحانه وتعالى يؤجل الأقدار أو يغيرها. فأنتي مواليد حبيبي برج السرطان المائي، أرقام الحظ 2 و3. وحبيبي أم لينا قلبي، بس شوي نصلي التلفزيون شوية. نعم. أم لينا أرقام الحظ حبيبتي 2 و6 و8.
يعني انت يمي تكونين جميله وذواقه للفن ومبدعه تكونين بالعمل، واي شيء فني جميل، فن مثل حياكه، تطريز، تمريض، طوب، خياطه، رسم، نحت، هذا كله انت ممكن ان يكون عندك شيء من هذا، وانت بيتوتيه ممكن ان تحصلين على عقارب حياتك عصاميه تبنين نفسك بنفسك، تعتمدين على نفسك، الاحساس عندك كلش 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 عالي، متفضلين تفوتين باماكن ضيقه او طرق مجهوله ما معروفه لوحدك، او تكون مثلا اللايتات بالبيت تحبين اللايتات يعني شغاله دائما، ما تحبين الظلمه، وتحسين بالاشياء قبل حدوثها، وبالبيت اذا ما حد يقول لك تعالي نطلع، البيت هو مملكتك الخاصه، ودائما احلامك حقيقه تحلمين، ودائما شعريه ورومانسيه من هالنوع وحساسه، يعني الناس مفروض تتعامل وياكي بحساسيه وبحذر، لان راسا تاخذين على نفسك، ومثل ما ذكرنا جميله باكر يوم الجمعه عفوا والسبت مبلغ من المال يدخل على ايدك ان شاء الله. وهالسنه من اوغست يا ام لينا لاكتوبر 2016 اذا هذا التاريخ صحيح، فانت ان شاء الله تشترين سياره جديده ان شاء الله. وايضا اذا حبيتي ان تاخذين كورس او دراسه يتعلق بشيء، كورس بسيط ممكن ان يكون حظ الكي قاعد في هذا الموضوع، وتطلعين سفرات قصيره وزيارات، زيارات لاصدقاء للجيران، تكون من اوغست السنه لاكتوبر 2016 سنه الحظ بهذا الموضوع، وان شاء الله تاخذين السياره وتزورين الناس والاصدقاء بها ان شاء الله. تنتبهين بصوره خاصه على الصحه، المعده ومنطقه الامعاء خصوصا الاثني عشر، هذه تكون حساسه عندك، وايضا يعطيك منطقه اللور باك يعني الظهر اسفل الظهر، ان شاء الله ماكو هالشيء، بس هذا ايضا ممكن ان الفقرات الأخير في الظهر، فقرة الأخيرة مثلا ممكن أن يصير عندك، إن شاء الله ماكو، بس إذا صار فقط في الفقرات الفقرتين الأخيرة. نعم، سؤال آخر؟ لا شكرا. أهلا وسهلا أم لينا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألو معنا أم؟ ألو ألو أم شنو؟ أم دلو. أم دلو أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أخت خيران. نعم تفضلي. مرحبا شلونك. أهلا وسهلا أم دلو، أنتوا أكراد؟ بلي. يا أهلا وسهلا. تدرين أني اسمي مرات يقروه سيران على اللغة الكردية. نعم نعم. إي اسم بيتي سيران. إي فأني مرات الإخوان الأكراد يقولون سيران، ما أقول لهم لا اسمي سيران، أقول ماكو فرق هو اسم. نعم نعم. شكرا. اهلا وسهلا اخت سيران، انا عندي سؤال على بنتي. نعم. هي مواليد هي بالجنسيه مكتوبه 20/4/1991، بس هي بالحقيقه 25/4/1991. نعم. ومواليد تركيا. مواليد تركيا، وين بتركيا بالله؟ دشتانة يعني على الحدود العراق. اي اني والدي من تركيا من ديار بكر الله يرحمه. يلا هم طلعنا قرايب يلا. اوكي حبيبتي، بنتك من مواليد برج الثور الترابي، يعني يمي بنتك تكون جميله جميله وهاديه ورايقه، يعني تكون خطواتها بطيئه. هي التاريخ الحقيقي 25 صح؟ بلي 25/4. نعم. بالجنسية هي 24/4. نعم. فأرقامها احنا راح باي راح اخذ ال 25 واشوف ال 20 شنو اثر عليها.
لان هم ارقام تحملهم وياها رقم تحمله بالهويه بالجنسيه. فهي مواليد برج الثور الترابي مثل ما ذكرت لك، ارقامها 6 و7. بلي. الو الو نعم، بس اعيده. بلي. صوتها شوي عالي من تتكلم. اي اني بلي. نعم انا دا اسمعك. نعم بلي. هذه لا تقولي لها نصي صوتك، مع العلم هي مفروض تكون يعني هني، وبس هي من تتكلم عندها التون مال صوتها رقم ينطيها التون العالي. فبالبيت لا تقولوا لها لا ترفعين صوتك، مو بيدها، هو من تحكي هذا بهالتون يطلع صوتها. ارقامها بلي. ارقامها 4 و6 و7. هي جميله. 4 4 و6 و7. هذه الثلاث سنوات الفاتت لو كانت مخطوبة أو واحد جاي متكلم عليها خسرت العلاقة، يعني صار تفليش. لا يا ما كانت على أي شيء. إذا مثلا أكو ناس كانوا يريدون يجون يخطبوها أو شيء، يجوز. أي خسرتها نعم خسرتها أحسن من بعدين، لأن هاي ثلاث سنوات كانت على مواليد برج الثور يخسرون عمل بشراكة العمل وشراكة العاطفة. فالحمد لله ما كان شلون بلحظة بس حتى أكمل لك. إيه؟ هذه لو كانت تتزوج كلش صغيرة يعني خطف. إيه؟ بسرعة، أو تتأخر في الزواج، أو احتمال الثالث تتزوج من إنسان غريب عنكم، يعني مثلا مو كوردي أو أكبر منها بالعمر، يعني زواجها يكون بيه قصة، وهي مثل ما ذكرت لك جميلة بطيئة بخطواتها تعشق حريتها وعدها طبع وحساسة كلش كلش كلش، يعني تحس بالأشياء خصوصا المو زينة قبل حدوثها، يعني راسها تقول لك مام ترى هذا الشيء راح يصير. وهي خطواتها بطيئة وتحب تسوي شغلها ببطء، لكن من تسويه يعني بيرفكت. بلي. وحالمة ورومانسية وتكتم الأسرار وعدها طبع تحب صديقاتها حتى لو كانوا وياها من السكندري سكول من الابتدائية، تحب تبقى يعني الصديقات يمها أهم شيء في حياتها. بلي. وهي حياتها مفاجآت، وهي تفاجئ الآخرين تصرفاتها شوية عنيدة حتى لا تلحين وياها زايد، لكن طيبة، هي طيبة وتحب مثل الغناء الموسيقى الفن. الدراسة مالتها حاليا هي في الجامعة صح؟ بلي. نعم حاليا في الجامعة، ماكو عندها شيء عطل يأخر، بس قبل يعني كم شهر كان بلوتو في حالة تراجع. اليوم بالذات كان اكو زاوية صعبة جدا بين الاتصال والتواصل وياها وبين دراستها العليا، يعني أتمنى هاليوم ما صار عندها التاتش. هي داومت اليوم بالجامعة لو لا؟ لا بعدها. بعدها هي راح تروح للدراسات العليا. نعم العفو شنو ما سمعت؟ أقول راح تروح هي للدراسات العليا الحمد لله هالشهر. نعم الحمد لله هاليوم ما كان عندها دوام، لأن اليوم كان أكو زاوية صعبة بالكون راح تبقى تأثيرها يومين ثلاثة حتى على العالم كله. نعم الحمد لله. شوفي مرات الحظ يلعب دور. نعم الحمد لله. وحاليا ما عدا شيء عطل ويخوف. إيش وقت تخوف دراستها الجامعية؟ 2018 و2019 2019 لازم تبذل شوية جهد أكثر. 2018 بالذات لازم تبذل جهد أكثر حتى راح يعني إذا تدرس الحاجة مرة خلي تقرأها مرتين حتى شوية راح تتعب دراستها العليا ب 2018. أوكي إن شاء الله. إن شاء الله نجي على الرقم الثاني على السريع. الرقم الثاني ينطيها انه هي تحبك كلش ويكون وجهها دائري، وارقامها 2 و9 يكون عندها شهاده عليا. شوفي الشهاده العليا اخذتها منين؟
من الرقم اللي ثبتوه إلها بالهوية معكم من 20/4 هذا ينطيها الدراسة العليا والسفر وتشوف بلدان كثيرة بحياتها صح ولكن ينطيها التعب ينطيها من نوع تتعب والحظ لازم تتعب والجد والثابر مرة الأولى ما يضبط بيدها يضبط بيدها المرة الثانية وتحب التفاصيل الهواية من تحكي لها شيء تقول لك ماما بعد وتصير عصبية بسرعة وترجع تهدأ بسرعة وتنتبه من 20/4 على منطقة الرأس والعيون نعم بلي شنو منطقة الرأس والعيون العيون العيون بس ما أتمنى ما تلبس نظارات نعم كلش يعني من هالناحية نحن مثل ما يقولون خايفين عليها ليش يعني بسرعة يعني مثل ما يقول تصاب بالعين أي لأن هي حلوة ما شاء الله شكراً سلمي أي ما الله يحفظها إليك حلوة وعندي رقم شي ينطيها رقم ينطيها الجمال جداً ورقم ينطيها شفافية يعني شفافية الروح وشفافية الجسد أنا ما ذكرت لأن تعرفين أكو مشاهدين هواي يسمعون الموضوع ورقم آخر ينطيها الجمال الجمال الله يحفظها لكم شكرا الله يحفظها لكم يعني هي تكمل قلتي دراستها إن شاء الله إن شاء الله 2018 لازم تبذل جهد أكثر يعني الشغل تتعب بيها مرة تتعب بيها مرة ثانية حتى هي من نوع ما تجوز من شيء إذا ما تحصل عليه هيك طبيعتها أي نعم هي نصبها على طول أي تصر نعم الله يحفظها ويخليها شكراً الله يسلمك أشكرك شوية هي اسمها دلو؟ بلي؟ هي شنو اسمها؟ هي مو دلو؟ لا اسمها باور أي باعي نعم شو اسمها؟ باور نعم نعم لا لا اسمها مو دلو أي مو دلو نعم عرفت مو دلو تتحل الدلو همنا؟ والله ما أعرف الأستاذ مخرج شو يقول تعرفين؟ والله كيف ما رد أحرجك تعرفين دي يقول لي عندنا اتصالات ما يخالف مرة ثانية حبيبتي حتى نسمع صوت دلو همينة سلمي لي عليهم غير مرة نحصلك يا أهلاً وسهلاً شكراً يا هلا بيك يا إن شاء الله تحصليني مرة الأخ وأتشرف أسمع صوتك مرة ثانية حبيبتي أم دلو اعتذري لي من دلو اعتذري لي من دلو لا بالعكس أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً شكراً قلبي يا أهلاً وسهلاً مع السلامة معانا سجوان من ميشيغان ألو ألو مرحبا شلونك؟ مرحب أهلا وسهلا الحمد لله يعني الحمد لله اليوم أحسن تعرفين واحد من يكبر يعني بعد الصحة لا لا بعد شكرا حبيبتي شكرا شكرا هذا من ذوقك تفضلي قلبي شكرا يعني أريد أنطيك برج بنت أختي جاية من لاس فيغاس نعم اسمها كريستينا نعم مواليدها أكتوبر 26 1997 جاية عندي خطارة تريد تسمع برجها يا أهلا وسهلا بيها وبخطارك وبيت آثوري وإنجليزي سو قلت لها أوكي أنا أخابر تعرفين أنا أعرف آثوري بس بعض المشاهدين يمكن ما راح يفتهمون فهي راح شوي أحكي لها عربي وشوي إنجليزي حتى تفهم كريستينا حبيبتي you are Libra sorry Scorpio Scorpio the numbers of your luck it is 9 and 8 بس أعيد شو okay كريستينا حبيبي انتي سكوربيو و your number is 8 and another 8 and 9 so هي لازم تنتبه على منطقة السكن عندها حساسية ومنطقة المعدة و her teeth يعني الأسنان والركبتين هذه منطقة الضعف عندها Okay.
وذكية هي جدا، ومن نوع يعني أنا آسفة طلع عندها رقم 8 مكرر مرتين. يعني كريستينا if she work from the morning till the night she don't say I am tired. Okay. وهي she is responsible for people، تتحمل مسؤولية الناس. يعني أي واحد يقصدها بخدمة طبعا ما تجوز من عنده لما تسوي له شغلته. ما تقول لا. نعم ما تقول لا أبدا أبدا أبدا. يعني لذلك هي تتعب في الحياة. الثلاث سنوات الفاتت يعني خصوصا 2000 between 12 and 13 كريستينا خسرت إنسان عزيز جدا. نعم خسرت. أتمنى ما يكون بالموت، بس حتى لو ما كان بالموت يكون كأنه بعد ما تشوفه خلاص. That is. Yeah. نعم فهي يعني نعم كانت صعبة عليها. إن شاء الله هالشكل سنوات بتجي بعد 26 سنة الله إن شاء الله ينطيها العمر، وإن شاء الله بعد 26 سنة هم ما تشوفهم هيجي سنوات. نصيحتي إلها شنو؟ إنه 2000 من هالشهر 8 و 2016 تنتبه على فلوسها شوية، راح يصير عندها ضائقة مادية. فإحنا نحوط نفسنا، نحاول الفلوس اللي عندنا ما نصرفها بسرعة حتى يعني نقتصد حتى ما نضايق ماديا. وهي أمينة جدا 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 أوفر إنفينيتي. يعني تخليني يم هالشي ترجعيني وراء 20 سنة محافظة عليه وتنطيك إياه. ودماغها مخططة ونشطة إلى أن تصل للهدف، وقليلة الكلام she don't talk too much. ونعم quiet على طول. فالناس عبالهم she is not clever. No she is too much clever and her mind working planning till she get what she want. ومن نوع يعني تعود نفسها اولا هي حظها تنطيل الاخرين. يعني اذا واحد اصطبح بوجهها تشوفيني يشوف خير. يعني she give lucks for people her face is a lucky good luck for all the people. ايه وتسافر تشوف بلدان كثيرة. ممكن كريستينا إذا تحب أن تأخذ شهادة فممكن أن تحصل على شهادة if she want، بس إذا ما رادت بعد يبقى بكيفها. الخبر الحلو شنو؟ إنه هذيك السنة كان من جولاي لهالسنة المشتري كان موجود في بيت العمل، ممكن أن وجدت عمل. هالسنة من أغسطس لأكتوبر 2016 كريستينا راح تتلقى دعوات they will invite her for a party for vacation، تلتقي ويا ناس مع جيران مع أصدقاء مع إخوة أقرباء، راح يعني تتلقى دعوات وتحضر مناسبات ولقاءات مع ناس. نعم وامبارح واليوم وبكرة مثل هسه اتصلتوا بي او مثلا هي معاكي، يكون مثل تقولين هي جتي من لاس فيغاس. يعني كان عندها قبل يعني من 23 جون ل 23 this month هي كان لازم تسافر. هي متى جتي عندكم؟ نعم شو وقت جتي عندكم من لاس فيغاس؟ جتي 24/6. إبعي أنا شو قلت من 3 نعم هو من 23/6 أنا ذكرت لو سمعتيني. yeah. من 23/6 معلومة الأعزاء المشاهدين مواليد برج العقرب يصير لهم سفرات مفاجئة، سفرات بعيدة. يعني مو زيارة قصيرة مثلا للبارك أو سفرة نو سفرات تصير لهم ويبقى هذا الموضوع لغاية 23/7. نعم 23/7. نعم
وايضا يبقى ممكن الى 8/8 لان انه باعتبار انه المريخ يعني وفجائي السفرات بعده حيكون موجود في برج السرطان المائي. نعم. سؤال اخر. شكرا. اهلا وسهلا، سلمي لي على كريستينا. في برج اختها او ماكو مجال؟ تعرفين احنا قبلك المستمعه ام دلو ما اخذنا رقم اخر. اوكي ان شاء الله هم باقيين يمكم مو لي 3/8. اي ان شاء الله ان شاء الله اذا انا بصحتي زينه الحلقه المقبله والله منطينا عمر بالحياه ان شاء الله تحصلين حبيبتي ان شاء الله. معنا سي الزهراء من ميشيغان. الو الو الو. نعم مرحبا. مرحبتين، هلا، شلونك حبيبتي؟ الحمد لله انا زينه، انت شلونك قلبي؟ الحمد لله الحمد لله. صراحة هاي ثاني مرة احنا نخابل واليوم حصلنا الخط، صار لنا فترة طويلة ننتظر وما جاي نحصل، اليوم حصلنا الحمد لله. احنا آسفين بس يعني تعرفين ما شاء الله دائما بزي البرنامج. تفضلي حياتي، المهم حصلتينا، اهلا وسهلا. الله يخليك حبيبتي. رايدة اخذ لزهراء، شكري للحظ مالتها. نعم زهراء. زهراء مو لو زهاء، زهراء. نعم تفضلي ام زهراء. زهراء مواليد شهر العاشر 26/10. نعم 92 هي مواليدها. نعم. شو معلومة لأعزائي المشاهدين، الأكثرية خبرونا برج الحمل وأيضا مواليد برج العقرب. برج العقرب هو الاتصال والتواصل، خاصة يعني اتصالات مثل مو الاعتيادية، فهاي بس معلومة لأعزائي المشاهدين. زهراء مواليد برج العقرب المائي مثل كريستينا، ونوجه لها تحية لزهراء. شكرا. وأرقامها 9 ومرة الأخ 9. نعم. وأربعة. بس أعيده. إيه. نعم. زهراء صوتها عالي. إيه. نعم. التون مال صوتها عالي، فمثل ما ذكرت المشاهدة القبلج مو هذه الأخرى اللي عندهم رقم 4 معلومة الأعزائي المشاهدين، هذا هو رقم أورانوس. أنا عندي مثله التون مال صوتنا، يعني أنا طبعا هسه قد أحاول أحكي يعني بتون واطي مترهم إلا يكون التون عالي، يكون التون مال صوتهم عالي. ف يعني يعني كان والدتي اوجه لها تحيه منها قبل ايديها، دائما كان تقول سيرا لا صايحين، هو انا ما صيح بس هو التون هيك عالي، فهي بنتش هم الزهراء لا تقولي لها لا صايحين، هو التون مالها عالي. وعندها رقم 9 مكرر مرتين. زهراء ممكن ان تحصل على شهاده عليا، وسريعه هي بالحركه، وتعشق حريتها، واللي براسها براسها ما حد يقدر يغيرها، فلا تحاولين دائما تعالي وياها بالسياسة. يعني بالسياسة ما تقبل أحد يملي عليها أي شيء، وذكية جدا ولماحة، وما تحب اللف والدوران، تحب رأسا. إذا تريدين منها شيء تقولي لها يا عدل رأسا عدل، تسوي حنونة على الأقرباء على الناس، يعني إذا الله ينطيها حتى لو خبزة يابزة، إذا تشوف أحد جوعان تشارك بيها. صحيح. تنتبه على منطقة حساسية الجلد والأسنان والمعدة والركبتين، خصوصا الركبة والساق اللي سفل الأسفل الركبة، هذه نقطة ضعيفة عندها. والثلاث سنوات فاتت كان صعب عليها، الثلاث سنوات الجاية especially من شهر الثامن مثل ما ذكرت المشاهدة القبلش كريستينا 2016، ينتبهون على فلوسهم، يحافظون اللي عندهم خليه يخبوه. ومن نوع هالسنة من أغسطس لأكتوبر سنة الأخ أيضا راح تتلقى دعوات كثيرة
ويلمع اسمها بالمجتمع ويا الأقرباء والأصدقاء، وتشوف ناس أقربائها أصدقائها مثل من زمان ما شايفتهم، وهي تتعلم شيء مثل ما يقولون تخليه ترشية بإذنها، إنه الناس يدخلون بحياتها فجأة بدون سابق إنذار، ويطلعون من حياتها فجأة بعد ما تشوفهم أو تشوفهم بعد عدة سنوات، لو أبد ما تشوفهم لو بعد عدة سنوات تشوفهم وتشوفهم فترة قصيرة. وهي دائما تشوفيها محامي دفاع على الآخرين، يعني كان ممكن زين إلها تشتغل مثلا كبوليس بالإستيت، محامية تدرس قانون بالمحكمة، هذه تبدع به، لأن ما تقبل تشوف أحد مظلوم رأسا تنصب نفسها محامي وتدافع عليه. نعم. وممكن أن تتزوج إما إنسان غريب عليكم أو أكبر بالسن أو شوية يتأخر زواجها، أو إذا تزوجت غفل رأسا، لا على البال لا على الخاطر، ما شايفين إلا جوي ناس خطبوها وتلفلف زواجها بسرعة وصار القسمة والنصيب. زين إن شاء الله خلال هالسنة يعني؟ نعم إن شاء الله خلال هالسنة؟ ما تعرفين، جوز باكر مثلا مثلا ما تعرفين، لأن اللي يحملون هيك أرقام حياتهم مفاجآت، وهم يفاجئون الآخرين تصرفاتهم فجائي. نعم أوكي. فجائي يصير كلتين. نعم. شكرا لك، شكرا حبيبتي. هاي الأمور فيها موجودة سبحان الله. نعم العفو، هاي الأمور موجودة عندها، هاي الصفات موجودة عندها مثل ما حكيتي. هي ما موجودة؟ لا لا موجودة يمي، جاي تسمع، بس هي المشكلة هي ما تحكي عربي زين، فأنا خليتني أحكي وياك بالعربي وهي تسمع على السبيكر. نعم نعم أي سلمي لي عليها حبيبتي. شكرا لك، شكرا لك، أنا أشكرك. أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم نبقى مع توقعات الأسبوع. احنا ذكرنا انه القمر موجود اليوم مباشر في برج السرطان، يعني مواليد برج الاسد يعذرونه يتحملون اليوم مباشر، فالخميس مساء او يصبحون الجمعه الصبح شوفوا نشاطهم ورجع لهم، ولو هم راح يبقون تعبانين لغايه 23 بهذا الشهر، لان الشمس والمريخ وعطارد قبل برجهم، بس الجمعة والسبت شوية راح يتنفسون الصعداء، فإذا عندهم شغلة مهمة أرجو أن يستغلون هاليومين لأن فرصة لهم، ولو ما بقى شيء الشمس راح تدخل عليهم إن شاء الله. نجي على مثل ما ذكرنا الأحد والاثنين موعد برج الأسد راح يدخل مبلغ من نوع إلى إيدهم، الأحد والاثنين والثلاثاء، لأن يكون القمر في برج العذراء الترابي. نجي على مواليد برج العذراء. مواليد برج العذراء اليوم مباشر عندهم اتصال تواصل مع الناس، مع الجيران والأخوة، والجمعة والسبت راح شوية صحتهم تدهور، أرجو أن ما يبادرون بأي مبادرة جديدة، يمارسون أعمالهم مثل ما هي، إلى أن يكون الأحد راح يدخل القمر عليهم فراح يستعيدون نشاطهم. مواليد برج الميزان الهوائي، القمر موجود في برج السرطان ناحية العمل، راح يعني ما عنده عمل يلقي عمل، اللي يشتغل بعمل المسؤولين مالته يشيدون به، والجمعة والسبت راح يلتقون مع الأخوة والجيران، والأحد والثنين والثلاثاء أرجو أن ينتبهون على صحتهم وما يبادرون بأي خطوة جديدة. نجي على مواليد برج العقرب، اليوم مباشر عندهم اتصال وتواصل مع يعني خارج بلد، والتجار ممكن أن يبدعون بالاستيراد والتصدير، وإذا عندهم تعامل مع ورقة بنك ممكن أن يحصلون عليها، وأكون بعض الناس يلتقون مع ناس أغراب أو ناس ما شايفيهم على سفر بعيد من زمان، والجمعة والسبت بالعمل راح ينشطون والمسؤولين يشيدون لهم، واللي ما عنده عمل أيضا ممكن يلقي عمل باعتبار أنه الهلال راح يولد إن شاء الله.
والأحد والثنين والثلاثة أرجو أن ينتبهون، راح يقضون وقت سعيد عفوا مع الإخوة والأصدقاء والجيران. مواليد برج القوس اليوم مباشر عندهم، إذا عندهم أوراق في المحاكم أو مبلغ تعويض أو قضايا قانونية إدارية ممكن أن يحصلون عليها. والجمعة والسبت التجار راح يبدعون بالاستيراد والتصدير وخطوة جديدة لتوقيع عقد مثلا أو بالبنوك ويحصلون على ورقة مهمة. والأحد والاثنين والثلاثة بالعمل راح ينشطون بالعمل، والمسؤولين الرؤساء مالهم راح ممكن يمدحوهم أو اللي يديري الترقية أو يحسن وضع العمل ماله ممكن أن يحسن وضع عمله. نجي على مواليد برج الجدي اليوم مباشر، أتمنى أن ما يصير عندهم خلاف مع شريك العمل والعاطفة، لأن مثل ما ذكرت أكو شوية زاوية صعبة بين القمر وبين بلوتو، هاي شوية راح تزعجهم. والجمعة والسبت إذا عندهم ورقة محكمة أو قضايا إدارية قانونية مبلغ تعويض ورث ممكن أن يحصلون عليه. والأحد والاثنين والثلاثة ممكن أن يسافرون سفر بعيد أو يلتقون مع ناس أغراب. والتجار ممكن والمثلا عندهم محلات ينشط البيع والشراء عندهم، أو مثلا ورقة بنك يحصلون عليها. مواليد برج الدلو الهوائي اليوم مباشر بالمهنة أرجو أن يعني يكونون صبورين أكثر وينتبهون على صحتهم. والجمعة والسبت مع شريك العمر والعمل أرجو أن يقضون أوقات حلوة ويطولون بالهم. والأحد والاثنين والثلاثة مبلغ من المال من تعويض أو مدينين أحد فلوس، أو إذا عندهم قضايا بالقانون بالمحاكم ممكن يحصلون عليها. وأرجو أن يعتنون بصحة إنسان كبير عزيز عليهم. مواليد برج الحوت اليوم مباشر أرجو أن يجربون حظهم ورقة يا نصي، كان مفروض من البارحة يجربون حظهم ويقضون أوقات سعيدة مع أطفالهم. وبالعاطفة اللي ما يحب يمكن يقع بالغرام من النظرة الأولى. والجمعة والسبت بالمهنة والعمل عندهم زين وصحتهم ينتبهون عليها. والأحد والاثنين والثلاثة مع شريك العمر والعمل مثلا المخاطب ما متزوج ممكن أن يلقي شريك العمر. معنا أيضا برج الحمل اليوم مباشر راح يلتهون بداخل البيت بالعقارات داخل البيت، يرتبون بالمطبخ أم البيت، أو مثلا اللي يدور له على سكن جديد يريد يشتري عقار زين. والجمعة والسبت راح يقضون وقت سعيد مع العاطفة والأولاد ويجربون حظهم ورقة يا نصي. والأحد والاثنين والثلاثة بالمهنة والصحة أرجو أن تبون شوي على صحتهم. مواليد برج الثور اليوم مباشر عندهم زيارات قصيرة واتصال وتواصل، والطلاب المدارس راح يعني يبدعون بالدراسة ويكونون يعني يجيبون حظ بيها. والجمعة والسبت راح ينشغلون داخل البيت والعائلة. وأيضا اللي ما عنده عقار يدور عقار، يغير سكن، يرمم البيت، على الأقل لو دخل نبتة صغيرة على البيت بالحديقة مثلا راح يبدع بيها. والأحد والثنين والثلاثة يجربون حظهم، وأيضا مع أطفالهم يقضون وقت سعيد وبالعاطفة حلو. نجي على مواليد برج الجوزاء الهوائي، كان من البارحة واليوم باكر يجيهم مبلغ من عمل إضافي أو يلقون حاجة ثمينة كانت ضايعة مثلا. والجمعة والسبت اللي ما عنده سيارة ممكن يشتري سيارة ويروح يسوي تيست على سيارته أو يزور ناس أقرباء أصدقاء جيران.
والأحد والاثنين والثلاثة راح ينشغلون داخل بيتهم، واللي مثل ما قلنا اللي يريد يدور عقار يغير عقار يغير السكن ينشغل بالحديقة المنزل، فهذا يكون وقت مناسب. أعزائي المشاهدين، أنا أعتذر من اللي ما قدرنا نأخذ أكثر من رقم، ومرة أخرى هابي بيرثدي لمريا لبيد نوري، وأيضا لمريم فادي بدري، الله يخليكم ولأهلكم، وهابي بيرثدي جميع مواليد برج السرطان المائي. وأشكر الأستاذ المخرج اليوم معانا الأستاذ هاني سارة والأستاذ بسام أيضا، وبعدد النجوم وبجمال كوكب الزهرة لكم مني تحية وسلام، وتصبحون على ألف خير. ومرة أخرى نعايد أخواننا المسلمين بإن شاء الله قرب حلول شهر عيد الفطر المبارك. شكرا جزيلا.